تم الاتفاق على إزالة كل العقبات أمام حكومة التوافق الوطني، وسيكون هناك تشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وأيضا بقية فصائل العمل الفلسطيني، حتى تشكل هذه اللجنة متابعة لمساندة الحكومة في تنفيذ مهامها سواء في الإعمار وحل كل الإشكالات، توحيد المؤسسات المدنية والأمنية. وتم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على دعم هذا التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية، وستواصل متابعة هذا الموضوع لأن أمامنا جدول طويل من التحرك، من ضمنه سيكون التحرك باتجاه استكمال انضمام فلسطين، دولة فلسطين، إلى مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها التوقيع على ميثاق روما، تمهيدا للانضمام لفلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يتمكن شعبنا من متابعة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ما قمنا به في الوقت الحاضر هو لتسهيل أعمال هذا المؤتمر ولتقديم كل الآليات التي تساعد المتبرعين على تقديم والاطمئنان على سير هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالتأكيد أيضا حكومة التوافق الوطني هي اللي هتشرف على كل المعابر.